إنه مبدأ عالمي للحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان، يجب أن يحصل الجميع على أغذية كافية ومغذية ومتنوعة وميسورة الكلفة وآمنة. ولكن الجوع لا يزال قائما بسبب النزاعات والصدمات المناخية وعدم المساواة والانكماش الاقتصادي، فأكثر من 2.8 مليار شخص يعجزون عن تحمل كلفة نظام غذائي صحي، ومعدلات السمنة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم. ولذلك ينبغي أن يتوفر تنوع أكثر في الأطعمة المغذية في حقولنا وشباك صيدنا وأسواقنا وأطباقنا لصالح الجميع. وهذا يبدأ بالطبيعة، رحلة من مزارعنا إلى موائد طعامنا، احتفالاً بهويتنا الثقافية. يوم الغذاء العالمي، الغذاء حق كل يوم للجميع وفي كل مكان دون ترك أحد خلف الركب.